الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة في مساء الإجداع في منافسات وتحديات هنا الكبار، لنصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام مع بداية وانطلاقة الشوط الخامس، وهو الخاص بالإجداع الإبكاري المفتوح. على بركة الله إذن أعلنت هذه الانطلاقة، أعلنت إشارة البدء والانطلاق لتبدأ هذه الانطلاقة، لتبدأ هذه المنافسة، ألا وهي منافسة النوماس الغالي. كما نرحب بجميع المشاركين الحاضرين والمتواجدين هنا في هذا المساء الرائع. نبدأ مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى أبناء دولة قطر. مع المركز الأول من ينطلق؟ مالك بحور، سالم بن حمد بن سالم بن هدفة يقدم لنا شعاره ويقدم لنا بحور لتخوض هذه البحور من أجل النوماس الغالي ومن أجل الانتصار الثمين. على المركز الأول تنطلق بحور، بينما المركز الثاني وصلت عناوين هنا بشعار سالم بن عايض بن تراحيب الدعجاني مقدم لنا تراحيب، مرحبا بك يا راعي تراحيب القادم والحاضر. أم هي عناوين بالفعل؟ سالم بن عايض الدعجاني متواجد ومقدم لنا هنا عناوين. أبناء ميدان الطايف حاضرين هنا في هذا المساء، بينما ننتقل معكم لناخذ المركز الثالث. هذا هو شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، من يقدم لنا الظفرة؟ هذا هو شعار من انتزع كأس الإبكار العام بعدما قدم لنا شعاره، ها هو الآن مقدم لنا الظفرة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصل الشعار الأحمر، وصل الشعار الخطر القادم والمقدم لشهب بشعار هجن الرياض. هذا الشعار من تألق في هذه البطولة كأس اللجنة الأولمبية السعودية، من انتزع الرموز هنا في هذه البطولة يقدم لنا في هذا الشوط مقدما لنا شهب على المركز الرابع، أيضا يدفع لنا باسمين هنا في هذا الشوط لتكون ورقة رابحة مع وصول واقتراب هنا مرحوشة هي القادمة على المركز الخامس بشعار هجن الرياسة بمتابعة بمراقبة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، يتابع ويراقب هنا مرحوشة وشهب. بينما الاسم القادم المنضم هنا إلى هذه الكوكبة، كوكبة الانتصار وكوكبة النوماس، بدأت الآن الصميمة. أهلا بالصميمة، شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مقدما لنا الصميمة بمتابعة بمراقبة سعد بن محمد بن سعد آل جفران المري متابعا للصميمة مراقبا للصميمة على المركز الخامس. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء عبر هذا النقل الحي المباشر، أذعنا على حضراتكم الخمسة الأسماء الأولى، الخمسة الشعارات المنطلقة الحاضرة في هذا الشوط الباحثة عن ذلك النوماس، عن ذلك الانتصار الثمين. نعود مع الصدارة الأولى، نعود مع المركز الأول ومع بداية الشوط ومع المركز الأول مع الانطلاق الأول. لا زالت بحور، بحور يا مالك بحور، سالم بن حمد بن سالم بن هدفة مقدما لنا بحور على المركز الأول. هنا مع المركز الأول
الأول، لا زال متصدرا لهذا المكان، لا زال متسيدا لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. ولكن بدأ الآن الضغط، بدأ التغيير، بدأ التكتيك من الصميم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع الصميم. وبدأ الضغط على الجانب الأيمن من شعار هجن الرياسة هنا لتغير على المركز الأول، مع المركز الأول مع مرعوش. مرعوش غيرت الأمور مع الصدارة، مع المركز الأول ومع البداية غيرت هنا هجن الرياسة مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى ومع البداية ومع القيادة. يقدم لنا مرعوشة حمدان بن محمد بن مراشد، يتابع ويراقب مرعوشة في عملية التضمير. بدأنا بالاقتراب هنا من خط النوماس، وبدأنا هنا بالهبوط التدريجي نحو ذلك النوماس، نحو ذلك الانتصار. اقتربت الشعارات، اقتربت الأسماء، اقتربت الصميمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، مقدما لنا الصميمة على المركز الثاني. الكيلومتر الخطير، الكيلومتر المثير، الفاصل عن ذلك النوماس، الفاصل عن ذلك الانتصار. مرعوش على البداية وعلى المركز الأول، اقترب بن حماد تحرك مع شعاره. يقدم لنا صدى مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يقترب مع صدى بمتابعة علي بن سعيد الزرعي، يتابع ويراقب لنا صدى. ما بين صدى، ما بين مرعوشة، مرعوشة ولا صدى، هذه هي الأمتار الحاسمة، الأمتار الفاصلة عن ذلك النوماس، الفاصلة عن ذلك الانتصار. ولكن صدى، 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 اسمع صدى صوتك يا راعي صدى. هنا مانع بن علي بن حماد الشامسي، وتحركت هنا القادمة مرعوشة بشعار هجن الرياسة. ما بين مرعوشة، ما بين صدى، ولكن صدى، 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 صدى على النوماس، على الانتصار. انطلق بن حماد، اندفع بن حماد ليعانق النوماس، يعانق الانتصار مع شعارك يا مانع يا بن علي يا بن محمد يا بن حماد يا الشامسي. من قدم لنا صدى؟ علي بن سعيد بن سالم الزرعي، مشكور يا ابو سعيد يا من تابع لنا صدى. المركز الثاني كان شعار هجن الرياسة مع مرعوشة. المركز الثالث حضرت في الصميمة بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع الصميمة. المركز الرابع، المركز الرابع كان شعار سالم بن عايض بن تراحيب الدعجاني، من قدم لنا عناوين. المركز الخامس، إذن مشاهدينا الكرام نعود بالتهاني والتبريكات إلى مالك صدى، من انتزعت هذا النوماس وانتزعت هذا الانتصار، مانع بن علي بن حماد الشامسي، مهديا هذا الفوز إلى أبناء دولة الإمارات هنا مع هذا النوماس ومع هذا الانتصار بمتابعة علي بن سعيد الزرعي، من تابع لنا وراقب لنا صدى هنا لتنتزع هذا الفوز وهذا الانتصار. لحظات النوماس، لحظات الانتصار، 7 دقائق 59 ثانية، 13 جزءا من الثانية. المركز الثاني كان شعار هجن الرياسة مع مرعوشة. لحظات النوماس 8 دقائق بدون أي ثانية، 69 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضرت في الصميمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، 8 دقائق 7 ثواني، 78 جزءا من الثانية. المركز الرابع كانت هي عناوين سالم بن عايض بن تراحيب الدعجاني، 8 دقائق 8 ثواني، 24 جزءا من الثانية. المركز الخامس حضرت هي طيف مازن بن محيسن بن مسعود العدواني، قدم لنا شعاره على المركز
الخامس. إذا مشاهدينا الكرام هكذا كان الانتصار وكان هذا الفوز خاطفة وصدى بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. هنا غادرت بهذا النوماس، ها هي لحظات الانتصار، لحظات الفوز الغالي تنتزع صدى بكل أريحية وبكل انتصار. تسجل هذا الشوط باسم صدى، تهانينا وألف مبروك على هذا النوماس وعلى هذا الانتصار. أشواطنا مستمرة ومتواصلة، شوطنا القادم بصوت الزميل سلطان بن يحيى العطوي سيكون واصفا ومعلقا على شوطنا القادم.